صالحهم حمص زين الذي كان قائدا على منطقة زيان، ولكنه اختار نزياح للبعد الوطني على أن يجاري طروحات الاستعمارية. بل إن الزرقطوني نفسه كان يستلهم هذه الدروس. إعادة بث الروح في كل القيم الوطنية التي ناضل من أجلها آباؤنا وأجدادنا. الحديث عن التوثيق للمقاومة لحركة المقاومة المغربية الحق هو توثيق واحد مجرى طويل وممتد في الزمن، وهذا يربطنا عودوا بنا بطبيعة الحال الحديث عن البعد الوطني في ردود الأفعال التي عبر عنها المغاربة في مواجهة الاستعمار. مخطئ من يعتقد أن الروح الوطنية بتعبيراتها المتعددة وعلى رأسها المقاومة المسلحة ارتبطت بمرحلة ما بعد 1912 ما بعد دخول الاستعمار. الروح الوطنية ظلت تتجدد منذ ميلاد نشأة الدولة المغربية على الأقل في القرن 12، وظلت تجد تعبيرات متعددة عن هذه الروح في معركة وادي المخازن، في معركة زلاقة، وفي غيرها من المواجهات التي كان دائما الهدف منها هو حماية وصيانة وحدة التراب الوطني. ما وقع في القرن 19 والمرحلة السابقة عن دخول الاستعمار المباشر إلى بلادنا هي مرحلة الاحتكاك المباشر، حيث توالت الهزائم العسكرية على المغرب، هزيمة المغاربة أمام الفرنسيين في 1844 في معركة إسلي الشهيرة، هزيمة المغاربة أمام الجيش الإسباني في 1859 في معركة تطوان، وغيرها من الهزائم الأخرى. هذا عجل بفقدان المغرب للاستقلال، المغرب رسمي كمؤسسات، المؤسسة المخزنية المركزية بتفرعاتها المحلية. وقد عبرت حركة المقاومة الأولى في المغرب عن هذه الروح الوطنية في مختلف جهات المغرب، في الجنوب مع أسماء بارزة مثل الشيخ أحمد الهبام العينين، في الأطلس الكبير مع عسو بسلام، في الأطلس المتوسط مع محاو سعيد ومحاو حمص زياني، في الريف مع محمد عبد الكريم الخطابي وقبله مع الشريف محمد أمزيان، وغيرهم من الأسماء بطبيعة الحال التي حاولت أن تواجه الاستعمار بإمكانيات على كل حال هي كانت إمكانيات محدودة. مؤسسة محمد الزرقطوني استطاعت أن تحقق تراكما إيجابيا في مجال إعادة بث الروح في كل القيم الوطنية التي ناضل من أجلها آباؤنا وأجدادنا الذين كانوا يشتغلون في إطار الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة. Thank you.
بطبيعة الحال هذه الذاكرة هي ممتدة على مدة زمنية طويلة جدا، منذ سنة 1912 تاريخ توقيع عقد الحماية وبداية مرحلة الاستعمار إلى حدود سنة 1956 تاريخ حصول المغرب على الاستقلال. وفي هذا المسار هناك الكثير من المحطات التي كان لنا شرف الاشتغال عليها، مثل ما يمكن أن نعطي المثال من الأعمال التي أنزلناها في هذا الباب: توثيق وقائع تاريخ المقاومة البطولية في معركة الأطلس المتوسط، والتي كانت تشكل إحدى أهم الملاحم الكبرى التي واجه من خلالها المغاربة الاستعمار خلال العقود الأولى للاحتلال. في هذا الإطار الأطلس المتوسط كان له دور كبير جدا في مواجهة مشاريع الاستعمار. منطقة زيان كانت بغينا نقولوا القلب النابض للمقاومة في المغرب، على أساس أن الزعامات المحلية، وهذا ما يميز منطقة الأطلس المتوسط، الزعامات المحلية قياد محليين اختاروا الانضمام إلى الصف الوطني عوضا للانزياح إلى الأطروحة الاستعمارية كما وقع في جهات أخرى من المغرب. نتكلم على محاو سعيد مثلا كان قائدا في المنطقة، ونفس الشيء يقال على محاو حمو الزين الذي كان قائدا على منطقة زيان، ولكنه اختار رجل المخزن، ولكنه اختار الانزياح للبعد الوطني على أن يجاري الطروحات الاستعمارية. وربما هنا المقارنة تكون مفيدة جدا، وكيبان حجم التضحيات. صعد إلى منطقة خنفرة أو منطقة زيان وحمل السلاح وساهم في تأطير عملية المقاومة، سجل الكثير من البطولات في هذا الباب. مخطئ من يعتقد أن المقاومة في الأطلس المتوسط تأثيرها وفعلها هو محصور مجاليا في هذه المنطقة اللي كنسميوها اليوم يعني بشكل آخر منطقة خنفرة إلى غير ذلك. لا، التأثير خاصة ما بعد سقوط محاو حمو الزياني ومحاو سعيد تجاوزت حدود الأطلس، بل يمكن أن أقول أو جازم بالقول أنها تحولت إلى درس الكثير من الحركات المسلحة التي ظهرت في جهات أخرى من المغرب. تخذت في هذا الباب كتابات علماء القرويين في هذه المرحلة وكيف تفاعلوا مع الحدث. كان بارقة أمل بالنسبة للوطنيين المغاربة، الدولة المركزية انهارت لكن نبض الشعب ظل قويا، واستطاع كما قلت في البداية أن يجد تعبيرات عن هذه الروح الوطنية من خلال حمل السلاح. عملنا في هذا الباب يدفعنا بالدرجة الأولى إلى العودة إلى البحث في التفاصيل، في التوثيق، في جمع الروايات، في جميع المصنفات، أي كل ما يمكن أن يساهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على الذاكرة الوطنية بطبيعة الحال. حنا كمؤسسة محمد زرقطولي للثقافة والأبحاث انتبهنا إلى هذا البعد، وبطبع الحال انتبهنا إلى هذا البعد على المستوى الوطني، لكن في منطقة الأطلس المتوسط كان لنا اهتمام خاص لاعتبارات متعددة. أول هذه الاعتبارات الدور المركزي الذي كان لهذه المنطقة في تأطير حركات لاحقة للمقاومة. لا ننسى أن محاو حمو الزياني الذي استشهد سنة 1921 هذه السنة هي سنة تحقيق الانتصار في شمال المغرب في الريف في معركة أنوال التاريخية. الكتابات الصحفية ديال هذه المرحلة داخل الأنوية ديال حزب الاستقلال، أنا الحزب الوحيد على كل حال أو ماشي الوحيد، الحزب الذي كان له تأثير واسع على المستوى التأطيري داخل الشارع المغربي،
كيف تفاعل مع المحاكمة العسكرية ديال الحنصلي، كان يعتبر أن المقاومة المسلحة هي ستعيد الاعتبار لتوهج العمل الوطني، وهذا ما وقع فيما بعد. والدليل الخلايا الأولى للمقاومة في المدينة القديمة مثلا الدار البيضاء، واللي كان شهيد زرقطوني والصدقي وغيرهم من رموز ديالها، ظلت تستلهم هذه النماذج، بل ان الزرقطوني نفسه كان يستلهم هذه الدروس سواء باسم المحاور الزياني او باسم محمد بن عبد الكريم الخطابي. يمكن ان اشير حتى الى كتابات زعماء التنظيمات السياسيه سواء في المنطقه السلطانيه والمنطقه الخليفيه، هنا احيل الى ما كتبه علي الفاسي مثلا في الحركه الاستقلاليه في المغرب، يمكن ان احيل الى الجزء الثاني من مذكرات حياه وجهاد لمحمد الحسن الوزاني، وكيف انه افرض واحد جزء كبير من الحديث لتجربه المقاومه في الاطلس المتوسط، ولكن خاصه تاثيرها في اندلاع المقاومه في منطقه الريف. يمكن ان اشير في منطقه الشمال كتابه عبد الخالق الطريس حول هذا الموضوع كذلك، بل ان الصحافه في منطقة الشمال، جريدة الحياة، جريدة الحرية، جريدة الريف وغيرها من الصحف التي كان يصدرها حزب الإصلاح الوطني في شمال المغرب، كانت تعكس أو كانت هي ذيك المرآة التي كانت تعكس ما كان يقع من عمليات المقاومة في المنطقة السلطانية وعلى رأسها بطبيعة الحال منطقة الأطلس المتوسط. أهمية الحديث كذلك عن المقاومة في الأطلس المتوسط، كون حركة المقاومة في الأطلس المتوسط ساهمت في دحض الأطروحات الكولونيالية الاستعمارية حول وحدة أو تماسك الشعب المغربي. لا نعرف جيدا إذا تتبعنا السياق التاريخي، قبل اندلاع المقاومة في الأطلس المتوسط كان نموذج سابق هو مقاومة الجنوب الصحراء مع أحمد الهبة ماء العينين الذي دخل مدينة مراكش وانهزم في معركة سيدي بوعثمان التاريخية في 1912. طبعا الحال هزيمة أحمد الهبة ماء العينين أثارت انتباه الزعمات المحلية وعلى رأسها محاور مزياني، وبالتالي استوعبوا الدرس. عوض مقاتلة الفرنسيين في مناطق منبسطة كما وقع في معركة سيدي بوعثمان التي انهزم فيها أحمد الهبة، محاور مزياني تحصن في المناطق الجبلية وصعد إلى الجبال، واعتبر أن الجبال هو خير ضمانة أمام الآلة العسكرية التي متفوقة على كل حال. ما يهمني اساسا في النموذجين معا، احمد الهبه من جهه ومحاو حمو بين قوسين، الاصل الاول من اصل عربي والثاني من اصل امازيغي، مناطق امازيغيه. بالنسبه للدعايه الفرنسيه انذاك والمنظرين ديال السياسه الاستعماريه الفرنسيه وعلى راسهم اسماء كبرى مثل غوبير مونتان مثلا، مثل ميشو بيلير، هادو كانوا يركزون على واحد المساله اساسيه، ان المشكل ديالهم في المغرب هو مع العنصر العربي. لكن مقاومه محاو حمو الزياني في الاطلس في قلب المناطق الامازيغيه في قبائل زيان كانت رساله واضحه للاستعمار، ان الاطروحه ما يسمى بالبوليتيك بربر او السياسه البربريه الفرنسيه لن تستقيم هياكلها في اطار هذا التصور. لماذا؟ لان هذه حركه المقاومه من قلب مناطق امازيغيه 100%، السكان ديالها يتحدثون باللغه الامازيغيه بعادتها وتقاليدها واعرافها الى غير ذلك. في 1912 نقرا ما كتبه ميشو بيلير في غوفي دو موند ميزين ومثلا، ويتحدث عن هذه المنطقه الاطلس ويتحدث بواحد اليقين رهيب كيف ان هذه المنطقه مضمونه باسم الفرنسيين، ان عمليه لاباسيفيكاسيون اي تهدئه ستتم بدون اي مشاكل. لماذا؟ لانه انطلق من واحد المسلمه خاطئه، ان الصراع بين في المغرب هو بين العنصر العربي والاحتلال الفرنسي، وان فرنسا جاءت من اجل على كل حال اعاده توازن العلاقات ما بين مكونات الاثنيه.
المقاومة التي تندلعت من قلب منطقتنا أمازيغية هي منطقة زيان، كانت رسالة واضحة أن الشعب المغربي لا يمكنك أن تميز فيه ما بين هذه الانتماءات العرقية، الأصل العربي والأصل الأمازيغي أو الحسيني أو شيء من هذا القبيل، ما دام أن الأمر يتحدث يتعلق بالشعب المغربي ككل بمختلف مكوناته، هذه الوحدة الوطنية، وبالتالي هي التي صنعت النصر. الدليل على ذلك أنا قلت قبل قليل صدى ديال معركة تهري لم يكن منحصرا فقط في منطقة خنفرة التي كانت هي المجال الأساسي للمعركة، ولكن انتقل إلى مناطق على كل حال كانت فيها الأنوية الجنينية للحركة الوطنية، التقطت الإشارة واستعملتها من أجل تحويلها إلى وسيلة للتحبئة السياسية.